أربعة نصائح بوجهها إليك صديقي صديقتي خلال عام 2023. النصيحة الأولى هي التفاؤل والإيجابية. النصيحة الثانية هي الالتزام والانضباط الذاتي، لأنه هي الصفة المشتركة بين غالبية الناجحين. ثلاثة، خلي عندك مهارة التخطيط، أو يعني عود هذه العضلة على التخطيط وتعلم مهارات التخطيط. هتلاقي طبعا فيديوهات كثيرة على قناتي على اليوتيوب، طبعا تجد الرابط في الستوري. حاول تذهب إلى هذه القناة وتشاهد الفيديوهات اللي أنا بتكلم فيها عن التخطيط وعن مهاراته وعن إعداد الخطط السنوية. النصيحة الرابعة هي أن تعلم الآخرين. كيف أنه أنت تحتفظ بالمعلومة من خلال تعليم الآخرين؟ حيث أثبتت الدراسات أن تعليم الآخرين يساعد على حفظ المعلومات بنسبة 90%. يعني إذا أنت بدك تحتفظ بالمعلومة لنفسك ودائما مركز فيها، حاول تعلم الآخرين. بحكي لك أنه لو عجبك هذا الفيديو ما تنسى الإعجاب، وما تنسى متابعتي وزيارة رابط البايو في منتج رقم حسابك على تأسيس مشروعك.